ساعات بشوف كل شيء بوضوح، أعتقد أنني أبوح بمشاعري عن طريق عيني. مهرجان؟ انتوا شكلكم عارفين. طب قولوا انتوا كده ايه ده؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ليه يا معلم انت مين عشان تتكلم كده؟ وانا وياه يا بعيش زي المليونيرات. تامر نبيل، ممكن نتعرف اول مره؟ هاي تامر، انا مريهان، ممكن نتعرف؟ هاي مريهان، اولا كده عايز اعرف اسمك السداسي. اسمي تامر نبيل عباس حسين عبد الرحمن الجندي. انت مواليد 6/11/83، يعني عندك دلوقتي 38 سنة. اي نعم. عايزين نعرف كده ايه اكتر سن كنت حاسس ان انت مبسوط فيه وانك عارف كده تتعامل مع الحياة؟ عارف تتعامل مع الحياة؟ انت على طول بتحاول تتعامل مع الحياة، بس فكرة اني سن، كل سن بيبقى ليه كده، يعني طبعا على حسب التجارب اللي انت بتمر بيها في السن ده. اعتقد كنا بنبقى حاسين بطعم اللي بنعمله اكتر او بالافعال اللي بنعملها اكتر واحنا في العشرينات. في الثلاثينات انت الحاجات بتبقى عقلك بيقعد يحسب ويعمل حاجات اكتر بكتير من الانطلاق بتاع العشرينات، فاعتقد العشرينات كانت الطاقه فيها احسن. طب انت متجوز؟ لا. طب مرتبط؟ لسه. بما انك برج العقرب، قول لنا كده من وجهه نظرك ليه الناس دايما بتقلق من برج العقرب؟ ده برج طيب خالص. خالص. بصي هقول لك على حاجه، مساله الابراج دي انا مش قاري قوي بس عندي اطلاع بالابراج شويه. طبعا زي ما احنا عارفين انه في خلفيه اجتماعيه وفي خلفيه نفسيه وفي خلفيه حاجات كتير جدا، بس انا بشوف انه في الابراج انت حتى لو فيك صفات مشتركه مع ناس كتير من نفس البرج او من نفس المواليد او من نفس الحاجات دي كلها، فكره انت بتليد الصفات بتاعتك دي ازاي، انت بتسيب ايه متحكم فيك ولا انت اللي متحكم في صفاتك. فبالنسبه لي لا، هو كل واحد بيسيب الصفات اللي تتحكم فيه ولا هو، ما هو ده الموضوع. طب انت من وجهه نظرك شايف ان ايه اكتر صفه حلوه واكتر صفه وحشه ممكن تبقى في البرج ده، في برج العقرب؟ ما بحبش التعميم. هقول لك انه نفس الصفه هي الميزه والعيب، انه فكره انك ممكن يبقى 24 ساعه دماغك شغاله هي ميزه، لان بتخليك طول الوقت انت مركز جدا انت بتعمل ايه وبتعمله ازاي وعايز تعمله ازاي، وفي نفس الوقت هي صفه مرهقه جدا. انت خريج كليه تجاره جامعه القاهره، قول لنا قعدت كام سنه في الجامعه؟ كنت بتتخرج على طول ولا ريحت؟ اوكي. انا قعدت 12 سنه في الجامعه، ظروف مختلفه. اعتقد اغلب كل اللي دخلوا تجاره في الدنيا، مش عشان حاجه طبعا، هي في النهايه مهنه مهمه جدا، اغلب اللي دخلوا تجاره كانوا عايزين يدخلوا حاجه تانية، وقعوا في الشرك ده جمله حتى. انا اعتقد لا، عشان كان تركيزي انا في التمثيل من بدري، جايز عشان انا كان ليا تجارب من وانا صغير وحاجات زي كده، فده خلاني دراسه التجاره شويه اللي هو، على الرغم ان انا شاطر في الرياضه جدا، بس هي دراسه التجاره ملهاش دعوه بالرياضه خالص. فهي الفكره الصدمه بتاعت ايه ده انت مالكيش دعوه بالرياضه، طب انا جيت هنا ليه؟ لكن مش عارف انا قعدت كل ده. طب انت اصلا كنت عايز تخش كليه ايه؟ انا كنت عايز ادرس اخراج، بس ما كانش في دماغي موضوع معهد سينما، ما كانش في دماغي الموضوع ده، او جايز بقى انت فاهمه بقى الحاجات بتاعت البيت وكليه عشان نضمن الحاجات اللطيفه دي، حصل طبعا معانا كلنا يعني. وانا مع الوقت كمان اكتشفت انه طبعا الدراسه مهمه في الفن وكل حاجه، بس الاهم من الدراسة في الفن من وجهة نظري التجارة، هي بتعلم أكتر. طيب بما أنك بقى خريج كلية تجارة، فكرت في كام فكرة مشروع كانت قاعد مع أصحابك على القهوة أيام الكلية؟ غالبا كل المشاريع كانت بتطلع من على القهوة أو من أي بيت أي واحد فينا أو من باركينج بتاع الجامعة، مطرح ما إحنا قاعدين كان بتطلع العروض. نفذتوا عمركم أي واحد فيهم؟ ليا تجارب طبعا في الجامعة وتجارب مهمة ومرحلة مهمة جدا في حياتي، بس المرحلة الأهم كمان الفرقة الحرة اللي إحنا كنا عاملينها بره، اللي هي الشلة الأساسية. غالبا عروضنا كلها كانت بتطلع، كنا بنشتغل في باركنج الاوبرا، نعمل بروفات معناش ولا مليم، بنعمل العروض المساله كانت بتطلع كده، كنا بنعمل بروفات هناك، فبنطلع العروض نروح نعرضها مثلا في الساقيه، نعرضها في مهرجانات من المهرجانات اللي كانت في المحافظات بتاع، فاغلب العروض طلعت كده. طب انت عندك اي بزنس تاني او اشتغلت اي شغلانه تانية في حياتك غير التمثيل؟ لا لا خالص خالص خالص. ممكن اكون اشتغلت حاجات وانا في اول سنه او ثاني سنه في الجامعه، بس هي تجارب خلتني اتاكد ان انا مش عارف اشتغل حاجه غير التمثيل. احنا عرفنا ان انت بتمثل من وانت طفل في المدرسه. اوكي، قول لنا بقى المسرحيه اللي كنت بتمثلها في المدرسه، لسه فاكر كانت عن ايه؟ بصي انا ابتديت مش مسرح، انا ابتديت مش برامج اطفال، هي حاجات كتير جدا. انا اشتغلت مع نعمة جريتلي، اشتغلت مع رحمي، كنا عاملين بروجكت شبه بوجي وطمطم كده، قناه غالبا سعوديه، يعني كان موضوع تاني خالص. كنت ساعتها انا واحمد عزمي واحمد عقل، يعني كان الجيل اللي هو كان شغال وهو اطفال ده. اشتغلت سبنسا مع صابرين مع زوزو نبيل، ابتديت تلفزيون، بعد كده المسرح ابتديت في ثانوي، والموضوع ابتدى بسبب مدرس لغه عربيه كان عندنا يعني رحمه الله عليه، هو كان بيشرح لنا دايما الشعر بشكل فيه حدوته، فانا كنت بحب الحاجات دي طبعا
بحكم طبعا التجارب وانا صغير. فابتدينا الموضوع بمسابقات شعر، بعد كده عملنا مسرحيات، كان اولها مثلا حاجات لعلي سالم زي اولادنا في لندن، زي اغنيه على الممر، الحاجات دي. طيب وانت صغير بقى لما كان حد بيسالك نفسك تطلع ايه لما بتكبر، كنت تقول لهم ممثل ولا كان عندك طموحات اخرى؟ كلنا فكرنا نطلع ضباط وطيارين. حقيقي انا من بدري العالم بتاع السينما ده خاطفني، فغالبا من وانا عندي 10 سنين وانا موضوع التمثيل ده شاغلني، ممكن ما كنتش قررته في السن ده بس هو كان شاغلني الوقت ده. طيب وانت في الجامعه بقى فاكر ايه اول مسرحيه عملتها على مسرح الجامعه؟ هقول لك مسرحيتي. اول مسرحيه كانت من الحاجات اللي في الحقيقه دي، انا كنت عامل دور صامت خالص، وكنا عاملين مسرحيه المفروض بنرجع للعصور القديمه والطريقه القديمه في التمثيل والحاجات دي، وانا كنت عامل المفروض الراجل بتاع شغال في المخزن بتاع الافلام اللي بيطلع الافلام دي يقعد يشغلها مع نفسه بالليل وبتاع. فكنت بحب الدور ده جدا، وكان اول مسرحيه عملناها حقيقيه كان سور الصين، كانت اخراج حسين محمود، وده شخصيه مهمه جدا في حياتنا كلنا يعني. 2005 وفي 2007 انت اخذت جائزه احسن ممثل من مسرح الجامعه. اوكي، فاكر المسرحيات اللي انت اخذت عليها الجوائز دي؟ طبعا، لان اول مسرحيه اخذت عليها جائزه، هو المسرحيه اللي انا قلت لك عليها دي اخذت عليها جائزه بس ما كانش اول ممثل. اول مسرحيه اخذت عليها جائزه اول ممثل دي كانت مسرحيه من اخراجي، وكان اول اخراج كنت منتظر اخد احسن مخرج فاخدت احسن ممثل فقلت تمام مشت. طيب احكي لنا بقى ازاي دخلت الورشه بتاعت محمد صبحي. ورشه محمد صبحي كان اللي عرفها لي كان اخويا، رحت وقدمت وقبلت في الورشه، وهناك قابلت طبعا اغلب اصدقائنا دلوقتي يعني بشكل كبير، يعني كانت مجموعه حلوه جدا بس مطلعنا ساعتها عرض لان الورشه ما كملتش ساعتها. هتقول لنا كده حاجه ما حدش يعرفها عن محمد صبحي بما انك اتعاملت معاه؟ وعايزينك تقلده في شخصيه من شخصياته على الستيج. طيب حاجه عن شخصيته، استاذ محمد صبحي هو شخصيه طول الوقت بيحاول ان هو يقول لك العلم اللي عنده او الخبره اللي هو مر بيها، يعني دي جايز الاكسبيرينس اللي انا كسبتها، جايز احنا ما عدناش مع بعض فتره طويله تخليني اكتسب حاجه شخصيه اكتر، بس دي كانت اكتر حاجه مميزه يعني، كان بيحاول يدينا المعلومات او العلم اللي عنده على قد ما يقدر. شخصيه مش هننسى. لا انا بحب قوي شخصيه وجهه نظر، هي شبه نضارته اصلا بس كده الازهر. ايوه، اختبار تمثيلي صعب، ساعات بشوف كل شيء بوضوح، الشمس لما بتشرق، الطيور لما بتغرد، معانا بيسي وتيس. يعني هنرجع شويه لاول فيلم عملته، فيلم الوعد. طبعا عايزين نعرف بقى الفرصه دي جات لك ازاي. الفرصه دي جات لي كنت بعمل عرض مسرحي، والعرض حضر استاذ محمد ياسين، وبعديها حصل لقاء، استاذ محمد ياسين طلبني وقعدنا في لقاء طويل جدا، وهو لقاء ما كانش كاستنج اكتر، وكان امتع لقاء حقيقي، اول حد يديني ثقه من المحترفين، يعني فكره انه حد بالقامه دي يجي يقول لك انت عامل ازاي، كانت محطه مهمه جدا بالنسبه لي في حياتي جدا. لما جينا ندور كده ونعمل الريسيرش بتاعنا عشان نطلع حاجات عنك، اكتشفنا ان انت تقريبا مالكش اي لقاءات تلفزيونيه قبل كده. اوكي، عايزين نعرف ايه السبب، مختفي ليه؟ انا مش مختفي ولا حاجه، انا بهرب اوقات ساعات، بس يعني هقول لك على حاجه، لا هو مش اختفاء اكتر ما انا ما بحبش اتكلم على اللي بعمله اكتر ما اللي بعمله ده هو استنى الفيدباك بتاعه او هيطلع ازاي، بحب اركز اكتر في اللي انا بعمله، ملهاش علاقه بفكره انا بحب البرامج ولا ما بحبش البرامج، هي العلاقه بده اكتر. ان انا بحب اعمل ما بحبش اتكلم على اللي بعمله يعني. ماشي، لما دورنا على السوشيال ميديا برضو لقينا ان انت مش اكتف قوي، ولا انستجرام ولا فيسبوك ولا اي حاجه، بتعمل ايه؟ بتضيع وقتك في ايه؟ لا بضيع وقتي في يعني قرايه، مقل شويه دلوقتي، بس انا قرايه بالنسبه لي حاجه مهمه، فرجه جدا يعني، انا مكتبه، في مكتبه هنا في فتمام، فرجه جدا، اتفرج على كوري، اتفرج على لاتيني جدا بقى، يعني انا الافلام اللاتيني بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، فرجه والكتابه بالنسبه لي هم مسلياتي. تسمع اغاني؟ اكيد. طيب حافظ ايه بقى؟ اسمع ايه بقى؟ بص انا بسمع حاجات غريبه شويه، بس بسمع كل الناس، يعني بسمع مسار اجباري، ابو كلثوم بقى، شاب خالد. حلو حلو، شاب خالد جميل. انا بحب مسار اجباري جدا، بحب شارموفرز جدا طبعا، باندات كمان اكتر من الحاجات، ده مش معناه ان انا ما بسمعش مطربين، بسمع مطربين طبعا وكل حاجه، بس انا شويه بميل للحاجات اللي شبه الشاب خالد، شبه فيروز، شبه الحاجات دي، انا بميل لده اكتر، نوع المزيكا دي. أوكي. جاز شويه بتاع الحاجات دي، انا دماغي عامله كده شويه. طب ايه اكتر اغنيه معلقه معاك عامه الفتره دي؟ انا بقالي كتير ما بسمعش مزيكا صراحه بسبب التصوير. بص انا هغني لكم اغنيه كده اقدر اغنيها. وانا وياه يا بعيش زي المليونيرات، واحلم وانا معيش، ما لعنش الازمات، مجنون وجناني ده عين العقل، العقل ده دق بيعي، جناني ده عين العقل، العقل ده دق بيعي، وجناني ده شيء مش سهل، تقدر تتجنن زيي. وكفايه كده عشان الاهو.
طيب بما انك بقى بتحب اللغه العربيه الفصحى جدا عايزينك دلوقتي تستيقظ وتركز وتصحى كده معانا في الاسئله اللي جايه عشان هترد عليها كلها باللغه العربيه الفصحى. اول سؤال عايزينك تقول لنا اعترفت لكام واحده قبل كده انك بتحبها كعدد؟ يعني ليس كثيرا، حوالي. هناك اشياء حقيقيه وهناك اشياء اكتشفت بعد برها انها ليست حقيقيه، لذلك لا استطيع التحديد. طيب عايزينك تفتكر لنا كده واحده منهم وتقول لنا قلت لها ازاي، تحكي لنا كده الموقف اللي حصل. اعتقد انني ابوح بمشاعري عن طريق عيني اكثر من الكلام. كيف بحت؟ لا اتذكر، لا اتذكر. طيب ايه اكتر اكله بتحب تاكلها؟ المسقعه. أجل يا سيدي، ماشي. والمكرونة بجميع أنواعها وأشكالها. ماشي، قول لنا إيه أكتر مهرجان بتسمعه الفترة دي أو بتحب تسمعه عامة؟ مهرجان؟ إخواتي طبعاً. طب عايزين حتة منه بس بالفصحى بعد إذنك. أوه. وأنا الفصحى حقيقة أنا لا أتذكر الكلام جيداً. ما صاحبش الفرافير حتى لو راكبين فيراري. لا أصاحب الفرافير حتى لو يركبون، يركبون، ما هم يركبون، ليس شرطاً يا صديقي أن يكونوا يقودوا. نعم. حتى لو يركبون فيراري أنا صاحب التقدير، حتى لو سأركب أتاري. الله. احنا عرفنا أن أنت بتحب صلاح جاهين جداً، صح؟ أي نعم. طيب حافظ له أي حاجة من الرباعيات بتاعته تعرف تقولها دلوقتي؟ حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رقابيك من حبلها، راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها وعجبي. آخر سؤال بقى في فقرة اللغة العربية الفصحى، أكتر فيلم مصري بتحبه إيه؟ هذا سؤال جد وصعب. أرض الخوف. خلاص احنا كده خلصنا اول فقره. الفقره بتاعت دلوقتي اسمها كومنت، دي عباره عن حاجات على السوشيال ميديا عندك احنا شفناها وهنسالك عنها. اوكي اوكي ماشي. اول سؤال، عندك كام ايميل غير الايميل بتاع تامر نبيل 2015؟ والله هو ولو كنت فاكره اصلا عندي ازمه باسورد كتير. تمام. طب ليه اصلا 2015؟ انا كان في ايميل قبل كده استعنت بصديق فعمل لي ايميل تاني، والكلام ده كان سنه 2015 فكنت بحاول افرق الاسم، او هو كان بيعمل كده يعني، مش انا، مش انا اللي قصد خالص. فاكر اسم اول ايميل عملته في حياتك عامه؟ انتوا عارفين، انتوا شكلكوا عارفين. طب قولوا انتوا كده. قول انت، اقول لك صح ولا لا. موشو. لا انا مش فاكر بالظبط كله، بس متهيألي هو كان موشو ات هوت ميل، متهيألي كان هوت ميل. اه مين موشو بقى؟ موشو بتاع مولان. اه اصلا مش انت يعني، مش دلعك ولا اي حاجه؟ لا مش دلعي ولا حاجه، بس انا كنت بحب الشخصيه دي، التنين الصغير اللي كان بيطلع لها ده، فتره طفوليه جميله. طيب انت في البايو بتاعت الفيسبوك عندك كاتب ان الشهره تولد الرغبه في الامتلاك. يس. والامتلاك يولد الرغبه في القتل. اي نعم. ايه ده؟ انتوا عايزين مني ايه؟ هي جمله ممكن تزاول البعض شويه، هي جمله من فيلم كوري لكيم كيدك، جمله معناها العميق قوي ان هي حاجه ليها علاقه بالاستغناء. عاده البني ادم لما بيرغب في شيء فبيشتهيه فبيبقى عايزه، بعد شويه بيبقى عايز يمتلكه، بعد شويه ممكن يعمل اي حاجه عشان خاطر يفضل ممتلكه. هو ده معنى الجمله. طيب عرفنا من الاكونت بتاعك انك متابع ناشونال جيوغرافيك. اي نعم. تعرف بقى تقلد لنا الصوت بتاع الدوبلاج بتاعهم؟ عايز اجمع جمله بس. يعيش هذا الاسد وحيدا هناك في هذه الغابه ولا يعرف ما هو الخطر الذي ينتظره. انت عامة قلت لنا ان انت مالكش في السوشيال ميديا خالص، صح؟ اه يعني انا مش شاطر فيها، انا مش ضدها، ضد شويه بس مش قوي. اه يعني نفهم من كده ان انت مش بتقرا الكومنتس ولا المسجز اللي بتجيلك على السوشيال ميديا؟ لا 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 طبعا بهتم بحاجه زي كده. اه مش دايما، وده نظرا لان انا ما بحبش اقعد كتير على السوشيال ميديا، لو ناس مكلماني او مسج لا برد طبعا جدا. في صوره ليك نزلت على انستجرام يوم 11/7/2019 كنت منزلها عن مسلسل الجماعه، في حد اسمه ابراهيم كان كاتب لك كومنت بيقول لك، يعني هو كاتب الكومنت هو اربع مرات بيقول لك في استاذ تامر ابوس رجل حضرتك ترد خاص ضروري محتاج لحضرتك. ابراهيم اكيد اهتميت ودخلت قريت رسالته. اه ولو ابراهيم بيتكلم بطريقه افضل من كده كنت رديت عليه، ما ردتش لان هو بيتكلم بطريقه مش كويسه وانا ما بردش على طريقه مش كويسه. كنت منزل صوره في 30/8/2019 وكاتب عليها A face without specific features is better than features carrying several masks. نفهم من كده ان انت شخص سالك يعني وما بتحبش اللف والدوران؟ تعاملوا معايا وعرفوني، ما ينفعش حد يقول على نفسه كده. انا بحب
احب اتعامل كده. لا اتمنى هم اللي بيتعاملوا بلف ودوران وكده. ما بعرفش ما بيبقوش صحابي. انا حد جدا في الموضوع ده. لقينا صوره ليك كده حلوه انت اللي مصورها اكتر من صوره. عايزين نعرف بقى التصوير عندك ده هوايه ولا بتيجي كده صدف؟ هوايه بس ممكن تكون مش دائمه زي فكره القرايه او فكره الحاجات دي. هي حاجه انا بحبها جدا بعملها كل ما ببقى قادر اعملها. ليك صور في مسرحيات كتيره جدا يعني معظم الانستجرام عندك صورك من المسرحيات. عايزين نعرف انت عملت كم مسرحيه لحد دلوقتي؟ لا اعتقد ممكن يبقوا عدوا ال 40 او 50 مسرحيه. معظم الكابشنز اللي بتكتبها عندك سواء على فيسبوك او انستجرام تبقى حاجات عميقه كده وصعبه شويه. هل ده بيروح لاي حاجه في شخصيتك اصلا ولا؟ يعني اكيد بيروح في حاجه في شخصيتي. انا بستطعم الحاجات كده. مش عارف هل ده ليه سبب ولا لا، بس انا نجيب محفوظ بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، من الحاجات اللي قريتها واثرت في شخصيتي بشكل كبير جدا. فممكن يبقى العمق اللي عند نجيب محفوظ ده مؤثر فيا بشكل ما لما باجي اكتب. وانا بحب اللغه، مش شرط اكون ضليع فيها عشان بس الناس ما تفتكرنيش المدرس لغه عربيه. لا لا خالص، انا مش ضليع فيها وكان عندي ازمات كبيره جدا في النحو لفترات طويله. انا بحب اللغه، بحب جمال الكلام شويه. لما باجي اكتب تعبيرات بتاعت مشاعري بتطلع بالشكل ده. ماشي، دلوقتي انا هعمل لك اختبار عمق سريع كده نعرف بيه انت عميق بجد بقى ولا بهتش عليكوا صح. اول سؤال، بتحب تسمع فيروز اول ما تصحى من النوم؟ مش دايما، بس في الاوقات اللي انا ببقى رايق فيها وبالي رايق اكيد بسمع فيروز. تشرب فنجان قهوه سادة في البلكونه وكده؟ اه طبعا. بجد؟ طبعا انا مدمن قهوه. تمام. طيب قلت قبل كده لحد يصورك وانت مش واخد بالك؟ قلت لحد يصورني؟ انا ما بعرفش اتصور في الحقيقه خالص، فاستحاله اطلب من حد انه يصورني. طب تتصور وانت مش واخد بالك؟ بيحصل اوقات في ناس بتصورني وانا مش واخد بالي. بتاخد بقى كتب معاك على البحر وتقعد تعمل نفسك بتقراها وكده؟ اعمل نفسي بقراها؟ لا ما بعملش كتب. بتقراها فعلا؟ طب بتلبس نظارة الشمس عشان الشمس فعلا ولا عشان الناس ما تقراش عينيك؟ اوه الله. انا بحب الشمس جدا بس ما بقدرش، انا عينيا ما بتستحملش لان انا سهير جدا. بحب كمان لبس نظارة الشمس لكن مش عشان الناس ما تقراش عينيا، لا لا خالص. اللي عايز يجي يقرا اهلا وسهلا. طب بتروح وسط البلد كتير؟ بيت العيله كان قريب جدا، ثلاث ارباع حياتي في وسط البلد. ولما بتروح وسط البلد بقى بتنزل بقى تسال صحابك مين بقى في وسط ناو وكده ولا؟ اي مش دي شلتي بتاعت وسط البلد. لا قعدت قبل كده على قهوه الحريه او قهوه البورصه؟ اه طبعا، بس البورصه اكتر. ايه المغامرات اللي كانت على القهوه هناك؟ مغامرات؟ لا لا، انا شخص بصي بعيد تماما عن المغامرات. مسالم. انا مسالم وعندي حذر شديد جدا في المغامرات. فتمام. اه يعني اختبار العمق انتهى وانتهى بنتيجه جيده جدا. بجد طلعت عميق جدا. دلوقتي هتبص على اخر سيكونس. ده هو شخصيتك، شخصيه تامر نبيل فيسز الشخصيه اللي عملتها في رمضان بتاعت ياسر عسل. اول حاجه، ياسر كان شخص شايل مسؤوليه اخوه وعلى طول تحس كده ان هو واصي عليه. هل انت في الحقيقه ممكن تعمل ده؟ لا بالشكل بتاع ياسر لا، بس ممكن اكون اتعرضت له مع اخواتي بشكل اللي هو انت لازم تعمل كده دلوقتي معاهم، لازم تساعدهم في حاجه او يساعدوني في حاجه، فاهمه؟ فانت غصب عنك بتضطر تتدخل، مش تتدخل بقى، تبقى مشترك بشكل ما في القرار. اوكي، انت عندك اخوات كتير؟ عندي اخوات كتير. كام؟ عندي اخ اكبر، عندي اخ اصغر، واخت صغيره خالص. تاني حاجة، شخصية هشام في المسلسل كان بيلجأ كتير قوي لياسر اول ما يقع في مشكلة. هل انت عامة كتامر في حياتك لما بتقع في اي مشكلة بتروح لحد ولا بتحاول انت تحل مشكلتك مع نفسك؟ لا قليل لما بروح لحد، على حسب المواقف طبعا، بس يا اما بسكب المشكلة اصلا بقول انا خسرت هنا، يا اما بقعد افكر كتير ازاي اهندل المشكلة دي واحلها. تثق في قراراتك؟ لا بجد؟ مش دايما. لا 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 مش دايما. انت بتعمل حاجه اصل انت بتحاول، يعني انا بالنسبه لي المساله كلها محاوله، سواء بقى في القرارات سواء في اي حاجه تانية. فانت بتحاول ان انت تاخد القرار السليم وخلاص. تمام، اللي حصل حصل، شكرا، هنعمل ايه كده. ياسر ما كانش بيحاول يصلح تماما ما بين زيزي وهشام، وكان شايف اللي هو خلاص اللي اتكسر يترمي في الزباله، مش مهم يتصلح خالص. انت في حياتك بتعمل ده؟ لا مش دايما، الا لو زي ما شاف ياسر بقى. يعني انا اتفق مع ياسر في هذه الامر، هو شايف ان اخوه هنا مش مرتاح، ومن وجهه نظر ياسر اخوه كده متقلل منه. يعني فكره انه مش عشان ست مدت ايدي عليه، هو ياسر بالنسبه له عشان ست مدت ايدي عليه، بس انا بالنسبه لي لا، هو عشان فكره المرحله دي، لا دي مرحله، لا سيبوا بعض احسن. يعني انت كتامر كمان مقتنع ان هو ممكن؟ اه طبعا. لا يعني هي الفكره في ايه؟ انه المرحله اللي فيها عدم الاحترام لا سيبوا بعض احسن. الاحترام اهم من اي حاجه ثانيه. ياسر كان عنده حته انتقام كده وما بيسيبش حقه ابدا، هل انت زي ياسر؟ لا لا بالعكس، انا ممكن احبس نفسي في البيت عشان ما انتقمش. طب ولو حد اذاك او لو حد عملك حاجه كبيره؟ لا حاجه كبيره مش هسيب حقي طبعا، لا 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 مش الدرجه دي، بس اقصد طالما موضوع ينفع نتخطاه لا لا مش عند ربنا. تامر شكرا جدا ليك، احنا اتبسطنا معاك وانا جدا ميرسي جدا ليكوا. ميرسي. اوكي.